والله ماهر ولد نظيف في الدار، عنده القهوة يخدم فيها، أمور واضحة مع أولاد حومته، الناس كل كي تحبه، الناس كل كي تعزه، وذاك هو ماهر. ماهر وليد نظيف وليد باهي، وكهو ذاك شن نجم نقوله عليه. وإحنا كأولاد حومته لحد الآن مصدومين، وإن شاء الله ربي ظهر الحق. وكهو والله من مدة أصحابه سهيل، وسهيل زاد كيف كيف ولد نظيف. والله العباد كل كي معناه تصدمنا في الأمر هذايا، ولد ما يرينا عليه حتى شيء، ناس مريقلين، ناس خدام على رواحهم، كهو هذا شن نجم نقوله عليهم. العاقل يخدم على روحه، معناه ما يقول فيك حتى كلمة عيب، حتى تظلم ورزين ما يرجعش عليك، عرفت؟ ما حتى قل له كلمة خايبة يحطها في قلبه يسكت، ما عندوش كل ردة الفعل كلي بش تضر ولا حاجة، ديما يقول لك سامحني حتى مش غلط، وقلت له شبيك عملت لك، يقول لك سامحني ويتعدى. معناه ما عندوش، مش متى شيء هذا، مش عرف الواحد من البارح ولا شنو، مش أول مرة معناه يهبطوا يسألوا. عبيت سهرة تسرت وسط مشاكل، تسرت تعمل جو تروح على روحها، ما فما حد شيء معناها، جس لعبيت كبر فيها الحكاية برا. أي إنسان معناتها يعاون الزوالي، عمته معناتها عمرها كبير، هو هرسلها وصلها، معناتها أنا ما نجمش نحكي عليه سهيل، أما أمشيه للحوم كما قلت لك للقهاوي، أي حين قول لهم سهيل قرمة مراقب قراس، شكونه مش بتاع مشاكل، ما هوش متاع عنف، نظيف، يبوسني من راسي، يقول يا ماما دعواتك، نقول له إني راضي عليك، إني راضي عليك، من هذا ابتلاء أعطاه لي إني ربي، إني قابلته، ونحمد حمد لله يا ربي على الابتلاء اللي أعطيته لي، وحمد لله، وعسى تكرهوا شيء وهو خير لكم، وعسى تحبوا شيء وهو شر لكم. أنا بتبعتي ولد عمه، وهو أخويا معناه، وأكثر من أخويا، أنا ولد عم سهيل القرمة معناه، وأكثر من أخويا هذاك، به مش نجي معاه معناها، ومش باش ندافع عليه ولا مش، اما نحب نفهم حاجه برك، علاش ديما في التلفزه معناها خاطر الاخر زميل والله يقتلوه عاملولو دافع، علاش ما يقولوش؟ معناها ديجا فما معناها هو ولد خالته ديجا قال راهو هو اللي هبط بالحديد، معناها هو اللي جبد الموث، ديجا الموث نتاعو، معناها علاش ما يقول هو ذاك يخدم في الحاكم؟ كي يخدم في الحاكم، يخدم في الحاكم فاش يعمل؟ يحمي في المواطن ولا كيفاش؟ انت تخدم في الحاكم تحمي في المواطن، وها بتحب تفك طفله وجابت الحديد، معناها علاش ما يحكيوش عليها الحكايه هذيا؟ معناها راهو في اللحظه هذه راهو غلط، معناها لاخر لحظه راهو غلط، انت تحمي في الوطن، معناها مش عندهم دخل، شكرا ديجا مريقل لهنا هابط فك في طفله وجابد الحديد وزيد، معناها بالحق تلفزه تشوف انت جاي لهنا تفك لي في صاحبتش، معناها خاطر انت تخدم في الحاكم فافوري عليه، هو فافوري عليه سهيل ديجا، اسال عليه سوسل الكل، معناها يظهر لي من اي بلاصه تمشي من اللي تحب انت، راه اكثر عبد معناها نظيف لا يعمل مشاكل. وجاء هالقران نهار الحادث، سهيل بالدبش هذا السروال هذا، صوروا في شي حاجه، صوروا في شي حاجه، يا رب انت شاهد عليا هذايا، انا مهبط تصوير في فيسبوك، ها هو المريوم، هاو المريوم، شد المريوم، هذا الصبادري في شي نكتة دم، في شي نكتة دم، صبادري سهيل. أنا عارف سهيل يخدم معايا، دخل يخدم معايا من 2007، 2006، 2007، مالي حليت يعني البروجي هذايا، لا عمره ما صارت له حاجة كيما كي، عمره لا توقف ولا عمره فما ما صاروش حاجه كيما كاي، ديما حد وحد روحه، اللي عنده زايد اللي عنده ناقص حتى شيء، كيما نقولوا مانيش تاع مشاكل، مانيش تاع شيء هذايا، راهو باللي باش نحكي لك ولا باللي باش يحكي لك العباد، قلت لهم جادوش ما تصدقش جادوش، باللي باش تحكي لك العباد، اي الحاكم هو نعرفوه، ناس حاكم، ناس في الحاكم، ناس حتى في الحاكم، كل شيء مصدومه. ان شاء الله يا ربي ظهر الحق، وان شاء الله هو ربي صبر ميمته، واحنا يا ربي صبرنا، ورب حتى الوليد هذا اللي معاه ربي صبره، كلهم ربي صبره، ان شاء الله، وان شاء الله ربي معناتها ان شاء الله كحد الباس، وان شاء الله يا ربي معناتها يخفف عليهم منزل، فما يخفف عليهم منزل وابتلاء وامتحان، والحمد لله.